السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم فقاس حار بعجين اللي هو اساسي، تقدروا تشكلوا منه عده اشكال. غنحتاجوا فيه 250 غرام ديال الزبده ديال العلبه، كتكون على درجه حراره المطبخ، 3 القطع ديال الفرماج مثلث، 2 ديال البيضات، 4 كاس ديال زيت الزيتون او زيت النباتيه، 4 كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخردل، الدقيق الخاص بالحلويات حسب الخليط، معلقه صغيره عامره ديال الملحه، القليل من الفلفل الأسود الإبزار، مكعب واحد من ضامتي ديال التومة أو 2 فصوص ديال التوم أو معلقة صغيرة من التوم بودرة. الآن غادي نبداو على بركة الله. في القصرية كنديرو معلقة كبيرة ديال السكر ما ذكرتهاش في المقادير، 4 كاس ديال زيت الزيتون، غادي ندير جميع المقادير، 2 ديال البيضات، 250 غرام ديال الزبدة، غادي نضيف هاد العلبه كامله. هاد الفقاس هذا ما فيهش الخميره، كيجي هشيش بزاف ولذيذ وسهل التحضير. حتى الطريقه باش غادي نحضروه فهي سهله، ما كتاخدش الوقت بزاف. غادي نضيف دابا دوك 3 القطع ديال الفرماج مثلث او مربع حسب اللي متوفر عندكم، شويه ديال البزار، الفلفل الاسود، واحد ربع معلقه صغيره، وغادي نضيف هذيك 4 كاس ديال الماء كيعطينا القرمشه في الفقاس عفوا، ومعلقه كبيره ديال الخردل، معلقه كبيره عامره، غادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال الملحه. ضروري هنا تضيفوا معلقه صغيره عامره ديال الملحه باش ما كيجيكمش مسوس، كيجي المذاق ديالو او الذوق ديالو كيجي متوازن. غنضيفوا معلقه صغيره عامره هذا القياس هذا. الان غادي نضيف مكعب واحد من ضامتي ديال الثومه، ممكن الا كانت عندكم ثوم غبره تستعملوا معلقه صغيره ديال الثوم غبره. دابا غادي نضيفو مكعب واحد ديال ضامتي وغادي نحكوه في الحكاكه او غير كنحكوه بين يدينا بحال هكا. دابا غادي نخدم لكل بيديه، غنخدم الزبده مع البيض مع جميع المقادير اللي ضفنا حتى كينسجموا، كنخلطوش مده ليا طويله، غير واحد 3 ديال الدقائق صافي، وغادي نبداو نضيفو في الدقيق. دابا غادي نضيف الدقيق اللي كيكون منخول مغربل حسب الخليط، حتى كيتجمع ليا الخليط كتولي عندي واحد العجينه اللي هي رطبه بحال العجينه ديال الحلوه، اللي كيمكن ليا نشكلها على شكل اللي بغيت، ما كتبقاش تلصق في اليدين، كتكون بحال هكا رطبه، كيمكن ليا نشكلها. العجينه ديال هاد الفقاس كتكون هشيشه بزاف. دابا كناخدها وكنديرها في واحد البلاستيك غذائي وكنحتفظ بها في الثلاجه تقريبا واحد 20 دقيقه، قسم على 3 او على 4. كناخذ الجزء الاول كنضيف عليه 2 معالق صغار من السودانيه الحاره اللي كتكون غبره، كنضيف واحد معلقه صغيره حتى معلقه كبيره عامره ديال مطيشه ديال الحك او ديال التحميره فلفل احمر باش تعطينا اللون، كيجي داك اللون احمر. كنخلطو مزيان مع العجين هذيك السودانيه مع هذيك مطيشه الحك او تحميره وحده منهم، بعد ما كيتخلطو مزيان كنحصل على اللون ديالها كيكون على هذا الشكل كيكون احمر. كنبدا نقسمها على شكل كويرات وكندهنوا اللاطه بالزيت او كنرشوها بشويه ديال الدقيق، وكندير اشرطه او عصيات بهذا الشكل هذا، وكنستفهم في هذيك اللاطه اللي غادي ندخلوها من بعد للمجمد حتى كيجمدوا مزيان، عاد غادي نقطعوا الفقاس ديالنا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل، وكنغطيه بلاستيك غذائي، كندخلو المجمد كنخليه حتى كيشد راسو مزيان، عاد كنخرجو باش كنقطعو على شكل فقاس، كنقطعوه بشكل مائل او على شكل دوائر حسب اللي بغيتو، وكنستفوه في اللاطو وكندخلو الفران كيطيب. الان كنجيبو الجزء الثاني كنضيفو عليه هذاك الزيتون الاسود اللي قطعتو من قبل او كنطحنوه، وكتقردوه غير بالكراده ديال الربيع وكتدخلوها في العجين مزيان حتى كيشرب هذاك الزيتون. من بعد كتشدوا العجين ديالكم كتحطوه فوق ورق ديال الزبده اللي ما تيلصقش، كتبسطوه شويه بيديكم، من بعد كتسرحوه بالمدلك على شكل مربع اللي ما كيكونش غليظ بزاف وما كيكونش رقيق في نفس الوقت. كنهزوه وكنحطوه في اللاطه مباشره، كنجيبوا الجراره وكنبداو نقطعوه على شكل مربعات او مثلثات اللي كيكونوا صغار.
هذه سريعة، ما كياخدش الوقت بزاف في التقطاع، ماشي بحال الا كنرشموه بالمرشم كياخد لينا بزاف ديال الوقت ومتعب. اما الطريقة هذه فهي سريعة ودغيا كيوجد، وكنحضروا واحد الكمية اللي هي كتيرة، بعد ما كنقطعوا كندخلوا الفران اللي كيكون سخون من قبل على درجة حرارة متوسطة، كنخليه حتى كيطيب وكيتحمر مع المراقبة باش ما يتحرقش. هنا بعد ما طاب كنعاود ندوز عليه بالجرارة او القطعة ديال البيتزا اللي كتكون ماضية، او غير بالسكين كنفرقهم. هذوك القطع اللي كنحسبهم انهم باقيين ملاصقين كيجي مقرمش وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. بالنسبه للشكل الاول اللي درنا ديال الحار، درناه في المجمد حتى قبط راسو مزيان، خصو يقبط راسو مزيان مزيان باش نقدروا نقطعوه. وكنبداو نجبدو، من الاحسن كنجبدو يعني جزء بجزء، ما كنجبدوهش كامل باش ما يدوبش لينا. وكنبداو نقطعو بواحد السكين اللي كيكون ماضي، كنقطعو على شكل مائل او على شكل دائري باش كنحصلوا على واحد الفقاط اللي كيكون صغير. حتى هو بنفس الطريقه كنستوه في اللاطه وكندخلوه الفران اللي كيكون سخون على درجه حراره متوسطه، ما خصوش يكون سخون بزاف باش ما يتحرقش، وكندخلوه مع المراقبه لانه دغيا كيتحرق، ما خصناش نخليوه حتى يتحمر، هو اللون ديالو احمر فقط كيطيب من الداخل وكيبان لينا ولا مقرمش صافي كنخرجوه. كيكمل الطياب ديالو في اللاطه، ملي كنخرجوه سخون كنخليوه في اللاطه حتى كيبرد فيها. بالنسبه للجزء الثالث ديال العجين، كنجيبوه وكنسموه بشويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا محكوك او جبن عادي، اي جبن عندكم. كتحكوه في الحكاكه الرقيقه وكديروه في العجينه وكتخلطوه مزيان مع العجينه حتى كيتشربها. بنفس الطريقة اللي خدمنا بيه الشكل الثاني ديال الزيتون، كنجيبوه فوق ورق اللي ما كيلصقش، كنرشوه واحد شوية ديال الدقيق باش المدلك ما يلصقش لينا فوق منه، كنسرحوه من بعد كنقطعوه على شكل مثلثات. الشكل اللي بالزيتون قطعته على شكل مربعات، هذا كنقطعته على شكل مثلثات، وكندخلوه حتى هو الفران اللي تيكون سخون من قبل على درجة حرارة متوسطة حتى كيطيب وكيتحمر واحد شويه، وكنخرجوه مع المراقبه باش ما يتحرقش. وملي تسرحوا العجينه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف باش ما يتحرقش ليكم في الفران. كيكون هذا هو الشكل النهائي للفقاس ديالنا اللي وجدنا، الفقاس الحار، فقاس بالزيتون الاسود، والفقاس بالفرماج. ممكن ديروا نكهات حسب الرغبه ديالكم، المهم هاد العجينه هذه كتصلح لجميع النكهات وكتجي هشيشه رطبه بزاف، رائعه جدا. انا متاكده الا جربتوها غتصبح معتمده عندكم. كنتمنى الفيديو ديالي ما يكون عجبكم، الا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه، تشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده. نتلاقاو في صفحه جديده ان شاء الله.